أبدأ مع عمر من أنقرة. عمر، ما الذي طرأ أو تغير في الآونة الأخيرة حتى تتصور تركيا أو يتسلل إلى داخلها ما يمكن أن يغير موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الجمود المرتبط بمفاوضات انضمامها للاتحاد؟ نعم أحمد، بعد التحية، في الواقع على المستوى التغيرات يعني شهدنا بعد الانتخابات التركية نوعا من التغيرات في السياسة الخارجية التركية، إن كانت تجاه دول الشرق الأوسط كانت قد بدأت قبل الانتخابات كذلك هذه السياسة واستمرت بعد الانتخابات. الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان رسم صورة تركيا الجديدة التي تعود إلى أسسها ومبادئها، ومن ضمن هذه المبادئ أيضا موضوع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. حقيقة الجميع هنا في تركيا تفاجأوا بتصريحات الرئيس أردوغان أثناء سفره إلى قمة الناتو الماضية بموضوع ربط عضوية السويد بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. من هنا انطلق موضوع التفكير مجددا بعضوية الاتحاد الأوروبي التي كانت تعتبر بالنسبة للكثير من المراقبين هنا ميتة حقيقة بسبب الكثير من يعني السياسات، إن كانت السياسات الخارجية تجاه اليونان تجاه قبرص اليونانية وموضوع المشكلة الموجودة في قبرص التركية واليونانية، وكذلك بموضوع السياسات الداخلية على المستوى القضائي وعلى مستوى حقوق والحريات. على سبيل المثال أحمد، في تركيا اليوم هناك صلاح الدين دميرتاش وكذلك عثمان كافالا، هذين الشخصين، طبعا صلاح الدين دميرتاش هو الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، عثمان كافالا هو رجل أعمال متهم بالتخطيط والتنفيذ يعني أحداث جيزي عام 2013، كليهما موجودان في السجن حاليا رغم أن المحكمة العليا لحقوق الإنسان الأوروبية أصدرت قرارا يعني براءتهما كليهما، ولكن المحاكم التركية ترفض إطلاق سراح هؤلاء. الأكثر من ذلك، هناك حاليا يعني برلماني عن حزب العمل التركي موجود حاليا، لا يزال موجود في السجن أيضا بسبب اتهامه بموضوع يعني التورط. لذلك عمر، أنا سألتك في هذه النقطة تحديدا، أنت وصفت المفاوضات بأنها كانت أقرب إلى المفاوضات الميتة، ما الذي أحياها إذا جاز التعبير، أو ما الذي تغير في الظروف كما تتصور تركيا يجعل من استئناف المفاوضات أمرا ممكنا من جديد؟ هي الأوراق التركية حاليا التي تشعر تركيا حقيقة أحمد أنها قوية وهي بين يديها. الأوراق التركية هي أولا موضوع عضوية السويد في حلف الناتو، لا تزال تركيا تتمسك بهذه الورقة. الورقة الثانية موضوع إمكانية التوسط التركية بين روسيا وأوكرانيا في موضوع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الورقة الثالثة هي اتفاقية الحبوب التي يمكن ربما لتركيا أن تسعى لتمديدها. طبعا رغم أن العلاقة بين تركيا وروسيا حاليا توصف هنا في الداخل التركي بالفاترة حاليا بسبب ما حصل يعني في الآونة الأخيرة عندما استقبل الرئيس أردوغان الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في يعني في إسطنبول عفوا، كان الموضوع عن طبعا تصريحات أردوغان بأحقية أوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو، وكذلك بإطلاق سراح يعني ضباط كتيبة آزوف. كل هذه الأمور أغضبت حقيقة الجانب الروسي وتوصف حاليا العلاقة بأنها فاترة. الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أسابيع ومنذ أيام وأسابيع يقول بأن الرئيس بوتين سوف يأتي إلى تركيا في أغسطس المقبل، حتى أنه قال بأنه سوف يتحدث مع بوتين خلال الأيام القادمة، ربما يتحدث معه هاتفيا بمسألة الحبوب، ولكن حتى الآن لم يأتي أي تأكيد من الجانب الروسي على موضوع زيارة الرئيس بوتين. طبعا يعني التصريحات من أعلى الهرم التركي بالتأكيد على أن الرئيس بوتين سوف يأتي وعدم التأكيد من الجانب الروسي، هذا يعتبر أيضا بالنسبة للمراقبين الأتراك فتورا في العلاقات. فهل تكون الأوراق التي تعتبرها أنقرة أوراقا قوية بيدها موضوع التوسط وموضوع التحالف موضوع اتفاقية الحبوب، هل لا تزال قوية؟